مساء الخير يا أهل الكويت. الرئيس المصري السيسي أخذ قرار زاد المعاشات 10% للشعب المصري. صرح السيسي وقال لحكومته لرئيسه عاوز حكومة مقاتلين وأن يكون دوام الوزراء الساعة 7 الصبح، واللي يخاف ما يحكمش واللي يحكم ما يخافش. وأنا أسأل هل هذا يطبق في الكويت في دولة المؤسسات؟ في مصر اليوم بدأت الحرب على تجار الفساد لأن رئيس الوزراء سوف يتبع سياسة قطع رؤوس تجار المال السياسي. لما نختار وزراء مقاتلين يصبح الشعب مقاتل لبناء وطن، ويصبح لدينا بحرية تقود السفينة. ولكن لما يكون بعض الوزراء مقاتلين لشركاتهم ومصالحهم الخاصة تطبع السفينة. لما معالي الوزير يجي الساعة 10 و11 وبابه مسكر ومفتوح فقط للنواب ولأصحاب، هذولا مش وزراء مقاتلين، هذولا وزراء يعبدون الكراسي ومصالحهم. عندما يكون المسؤولين مقاتلين يتغير الحال للأفضل، لأنهم رجال وفيهم مرجلة حاطين الكويت في قلوبهم. وهل بعض وزرائنا في الكويت مقاتلين؟ وهل حكومة الكويت مقاتلة أم مستسلمة؟ حصلت مشكلة كبيرة في روسيا في أحد المصانع الأسمنت، ملاك السوق رفعوا الأسعار وفنشوا الموظفين. طار بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية لهذا المصنع ودخل عليهم وخلى أعضاء مجلس إدارة شركة الأسمنت وأقصد التجار، وكان من بينهم أكبر تاجر، كسر خشمه وخلاه يوقع على إلغاء القرارات نصرة للضعفاء. مشكلة أي بلد بالعالم هو الفساد، وخاصة إذا كان من فساد التجار ومن يتحالف معهم. عندنا التاجر بعض المرات التاجر الفاسد، للأسف التاجر الفاسد في الكويت في بعض الأحيان لا يكسر خشمه بل يباس. عندنا غرفة المال السياسي هي الحكومة العميقة التي لا يستطيع أحد أن يحاسب أعضائها أو ملاكها، لأن هناك شراكة فساد بين مسؤولين والتجار. واليوم السيسي يلقن درس لكل الدول العربية بأن رفع شعار اختيار حكومة مقاتلين، واللي يخاف ما يحكمش واللي يحكم ما يخافش. ومطلوب من كل مسؤولين بالدولة تطبيق القانون على الجميع. القوة والهيبة تعطي الدولة هيبة، ولما المسؤولين في الدولة يصبحوا تجار فهذه مصيبة. اليوم عندنا النائب التاجر والوزير التاجر وكلهم تجار وكلهم يعملون من أجل شركاتهم، إذا وين الإخلاص وليش زعلانين؟ إذا عندنا تجار فاسدين ومسؤولين فاسدين ومتنفذين كبار فاسدين، هذا نتاج طبيعي لأننا ما اخترنا صح وسمحنا للتاجر والمتنفذ يكسر خشم القانون. والرسالة القادمة يجب أن يكون القانون فوق الجميع، وأن تكون الكويت هي الأولوية الأولى في إعادة بنائها من جديد على أساس الكويت وأولا، مش خشم التاجر أو المتنفذ. أجهزة الدولة شبه منهارة نتيجة التخلف الإداري وتقارير ديوان المحاسبة تشهد بذلك. فهل نرى في المستقبل حكومة مقاتلين، حكومة تبني جسور لإصلاح النفوس؟ فتحية للسيسي وتحية لكلماته الكبيرة التي مست جروح الكويتيين. فعندما جاء هذا الرجل على سدة عرش مصر انتهى الإخوان المسلمين، وانتهى التجار الفاسدين، وانتهوا الإرهابيين، وبدأت مصر أرصفتها تنظف وأزالت مظاهر المخالفات، والبلد ركبت على طريق الإصلاح. ونحن دولة المليارات ركبنا قطار الفشل، وتجار السياسة يتلاعبون بالبلد، والتجاوزات تزداد، والقانون يموت، وما في أحد يشتغل لنهضة بلد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أميرنا وولي عهده الأمين والشعب الطيب، وأن يرزقنا البطانة الصالحة. والله يصلح الحال.